Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin el-meb'usi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahabetihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen yukarribuna ileyke ya Rabbil alemin. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وانفعنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى والمقصود من هذا دفع إنكار الحشوية أو الحشوية على من يشتغل بأصول الدين مع أن أصول الدين ليس إلا التمسك بهذه الدلائل ودفع الشبهات عنها. ما هو أصول الدين الذي سنشرع فيه إن شاء الله تعالى؟ ما هو إلا التمسك بالدلائل التي تمسك بها الأنبياء؟ ونحن منذ دروس عدة دروس الشيخ يتكلم في هذا في هذه الاستدلالات من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستدلون على وجود الله وعلى علم الله وعلى صفات الله إجمالا يستدلون بالأدلة العقلية كما بين القرآن الكريم. نعم، فمن يشتغل بأصول الدين هذا هو نعم هذا هو عمله، الاستدلالات العقلية على وجود الله وعلى صفاته، وهذا ما سنقرأه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. يقول وهي يعني التمسك بالأدلة ودفع الشبهات هي حرفة يعني عمل ومهنة، وهي حرفة الأنبياء المعصومين، والتقليد حرفة الكفار المخذولين لأنهم يقلدون ما وجدوا آباءهم عليه. نحن قلنا من هذه الكلمة، قلنا في الدرس الماضي إن شاء الله تعالى سنتكلم عن التقليد خصوصا وعن أصول، وهو سبب أساسي وأصل من أصول الكفر، من أسباب الكفر والضلال التقليد الرديء. لكن ليس فقط التقليد، إنما يوجد أشياء أخرى ذكرها الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه على أم البراهين على السنوسية الصغرى، فقال أصول الكفر ستة نذكرها الآن بسرعة حتى يكون الإنسان على حذر منها. أولا الإيجاب الذاتي. الإيجاب الذاتي هذا اعتقاد الفلاسفة. ما معنى الإيجاب الذاتي؟ يقولون الله عز وجل ليس خالقا بالاختيار، وإنما هو علة، ولذلك يقولون العالم قديم. من وجود الله، والله لا أول له، وجد العالم، لأن العالم كأنه ظل الله. ما معنى علة؟ كيف النار تحرق؟ وجدت النار، وجد الإحراق بالطبع وليس بالاختيار. وجدت الشمس، وجد ضوءها، علة. وجد الماء، وجد الإرواء بالطبع. طبعا نحن حتى هذا لا نقول بالطبع، كله بخلق الله عز وجل، لكن يقولون الله عز وجل علة تامة لإيجاد العالم، والله عز وجل أزلي لا أول له، ووجد العالم أزلا، فلذلك يقولون العالم قديم. فهذا معنى الإيجاب الذاتي، أن الله، يقولون طبعا الفلاسفة يقولون العالم مخلوق، من خلقه؟ الله.
لكن كيف أوجده؟ أوجده بالذات وليس بالاختيار. إذن هذا هو السبب. طبعا نحن لا نريد الآن أن نجيب عن هذه الأشياء، كله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو باطل بأدنى يعني نظر وتأمل. الإمام الرازي رحمه الله يقول كلمة واحدة يبطل كل مذهبه، يقول لو كان الله موجدا للأشياء بالذات يعني إيجاب ذاتي كان يجب أن لا يوجد أي تغير في الكون، لأن العلة إذا لم تتغير لم يتغير المعلول، والله لا يتغير، فإذا كان يجب كما وجد الكون في أوله كان ينبغي أن يبقى هكذا لا يحصل له أي تغير، وهذا باطل بالحس والضرورة. واضح هذا الكلام؟ نعم. الشيء الثاني التحسين العقلي. التحسين العقلي أصل من أصول الكفر، وهذا أكثر ما تبعه البراهمة من كفار الهند والمعتزلة. البراهمة بسبب التحسين العقلي، يعني ماذا يحسن العقل؟ يقولون به لا يتبعون الشرائع، ولذلك البراهمة أنكروا النبوات أصلا، يقولون لا يمكن يستحيل عقلا أن يوجد نبي. لماذا؟ يقولون النبي إما أن يأتي بما يوافق العقل أو بما يخالف العقل، لا يوجد احتمال آخر. فإن كان النبي يأتي بما يوافق العقل ففي العقل غنية، يعني يكفي العقل، إذا كان أي نبي سيرسله الله عز وجل بماذا؟ بما يوافق العقل، إذن العقل يكفي، لماذا النبي؟ يكون إرسال الأنبياء عبثا، وإن أرسله بما يخالف العقل فهذا غير مقبول. فلذلك بسبب تحسينهم وتقبيحهم العقلي أنكروا النبوة، والمعتزلة بسبب هذا أوجبوا على الله عز وجل. المعتزلة يوجبون على الله، يقولون يجب على الله كذا ويجب على الله كذا ويجب على الله كذا. أعوذ بالله، من يوجب على الله؟ يقولون مستحيل الله عز وجل يفعل كذا عقلا، يعني مثلا يجب على الله أن يعذب الكفار، يجب على الله أن يصيب المؤمنين، يجب، ها يجب، يجب على الله عز وجل أن يراعي الأصلح لعباده، يجب 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 إلى آخره. بسبب ماذا؟ بسبب تحسينهم العقلي، وجهلوا أن الإيجاب يتنافى مع الألوهية، يعني إله عليه واجبات، إله عليه واجبات يجب أن يفعل كذا. أعوذ بالله من هذا الكلام. نعم، بسبب التحسين العقلي. نعم. أي ماذا يقولون يعني إذا خلق الله غير العقل لا يضاف ما إلى الله في العقل؟ إذا خلق الله ما لا يوافق العقل، تمام. اسمع سيدي، اسمع مولانا، ماذا يقولون؟ اسمع مولانا، لا يوجد، لا يوجد شيء يخالف العقل أبدا أبدا أبدا. نعم هم يقولون هذا لا يقبله العقل، أي عقل؟ أي عقل؟ هم يجعلون ما يفهمونه هم حاكما، يدعون أن هذا العقل. قل لي هات
الآن بإذن الله أنا على قلة علمي، هات ما شئت من الشبه التي يتكلمون فيها وقل لي هذا يخالف العقل، وإن شاء الله سأجيبك. يمكن عقلا عندهم، ها قلت عندهم في عقلهم الفاسد، قل نصرة الله على المؤمنين واجب، لما لم ينصر مثلا نصرة من الذي أوجب على الله ذلك؟ من الذي أوجب؟ إذا كان الخلق، أولا سأجيبك لو تريد الآن يذهب كل الدرس في هذه الكلمة، تمام؟ لكن عموما نحن نتكلم في الأحكام العقلية لا نتكلم في الحكم. أنا أبين لك الآن لماذا حال المسلمين هكذا الآن، لماذا حال المسلمين هكذا، وسيبين لك أن هذا ما يفعله الله مع المسلمين هو عين العقل، تمام؟ لكن قبل هذا الحكم العقلي، من قال إن الله يجب عليه أن ينصر هؤلاء أو ينصرها؟ نعم شرعا شيء، نحن نتكلم عقلا، عقلا لا يجب. أما الله عز وجل ماذا قال؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا شرعا. نحن نتكلم في الأحكام العقلية شيخنا، المخلوقات كلها خلق الله وملك الله، ولو فعل بها ما يريد فلا يكون من الله هذا خلاف العقل أبدا. اسمع سيدي الآن، لماذا الله عز وجل لا ينصر المسلمين؟ والله هذا عين العقل، هذا عين العقل. هل حال المسلمين مع الله حال طيبة، مستقيمون؟ طيب لو نصرهم الله على حالهم سيزدادون ضلالا؟ اسمع يا سيدي، الله عز وجل في غزوة أحد خالفوا أمرا بسيطا، هزمهم الله في أول الأمر، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أنا سأقول لك كيف هذا يوافق عقل أي إنسان عاقل ولو عقله صغير. يا شيخ يوسف، لو ابنك غير مستقيم ولا يدرس ولا يجتهد ويفعل بخلاف ما تريد، لو زدت في إكرامه هل سيستقيم أو سيزداد انحرافا؟ طبعا. هل من الحكمة والعقل أن تضيق عليه من أجل أن ينتبه لنفسه؟ يعني مثلا تحرمه من المال أو كذا، هل أنت إذن لا تحبه؟ إذا أنت منعته من أجل أن لا يزداد انحرافا وأن لا يزداد ضلالا، أليس كل إنسان عاقل يقول هكذا؟ هل يمكن أنت تسمع أن ابنك منحرف ويفعل أشياء وأنت تقول له أحسنت، خذ؟ أما من هؤلاء الذين يعاملهم الله هكذا؟ الذين لا يريدون الله أصلا، الكفرة الذين كفروا بالله عز وجل، لا لضعف في أنفسهم، وإنما كفروا بالله عز وجل عنادا. هؤلاء يا سيدي، هؤلاء الله عز وجل ينبههم
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. ماذا قال الله بعدها؟ قست قلوبهم، يعني الله ينبههم يقولون نحن لا نريدك. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله يعطيهم ما يريدون، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله عز وجل هؤلاء الكافرون الذين كفروا عنادا ولا يريدون الله، هؤلاء الله يعطيهم ما يريدون. أما المسلمون لأنهم في عين الله وفي رعاية الله عز وجل وفي عناية الله، ولأن الله عز وجل يعلم أن عصيانهم ليس عن استكبار وإنما عن ضعف وعن جهل وعن كذا، فالله عز وجل يزيقهم بعض العذاب ويضيق عليهم وربما يجعلهم يعني مستضعفين في الأرض من أجل أن يرجعوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، هذه هي الحكمة. فالآن أنا أقول لك، هل هذا لو الله عز وجل، هم يقولون العقل يقول يجب على الله أن ينصر المؤمن، هل لو نصر المؤمنين وحالهم هذه ماذا سيفعلون؟ والله سيزدادون عتوا وفسادا، وعند ذلك سيموتون على هذا وسيدخلون جهنم. أيه يعني أخف للمسلمين؟ أن يضيق على، أقول لك أمر بسيط فعله ليس كل الصحابة الذين كانوا على الجبل، نزلوا عاقب الله عاقب الله أمة من أجل هذا. ما حال المسلمين اليوم الآن؟ تمام سيدي، فالله ينصر المؤمنين عندما يكون النصر مفيدا لهم. عندما أما الله عز وجل هل يعطي المسلمين ليزدادوا إثما وضلالا؟ من يقول إن هذا يخالف العقل؟ والله أي عاقل أو عنده يعني مسكة وأدنى شيء من عقل يعلم هذا الأمر. تمام مولانا، وقس على ذلك، وقس على ذلك. مهما تأتي منهم من إشكال يقولون العقل يقول كذا، أدنى عاقل سيبطل كلامه، حاشا لله عز وجل. نعم، فالله عز وجل أفعاله حكمة لكن لا يجب عليه شيء. إذن الثاني التحسين العقلي، هذا من أسباب وأصول الكفر. نعم، الثالث التقليد الرديء. التقليد الرديء، ما معنى التقليد الرديء مولانا؟ ما معنى التقليد الرديء؟ الآن أكثر المسلمين مقلدون، فهل هذا هو المقصود؟ لا، لأن المسلمين نعم يقلدون علماءهم، ولكن يقلدونهم بحسن الظن وعن انتباه، بمعنى أنهم لو شعروا أن هذا العالم أو هذا الإمام أو كذا يقول شيئا لا يقبله العقل أو يخالف أحكام الدين أو يخالف القرآن لا يقلدونه. يوجد تقصير عند المسلمين في طلب العلم وهذا واجب عليهم، ولذلك المقلدون إن كانوا قادرين لو قبل إيمانهم فهم عصاة، يجب عليهم خصوصا في أمور العقيدة. المهم، ما معنى التقليد الرديء؟ لاحظ سيدي، الذي ذمه الله عز وجل، التقليد الذي أنا أقول أنا أقلد قومي وأتبع آبائي ولو علمت أنهم على الباطل أنا معهم،
هذا هو التقليد الذي ذمه الله، وإن كان كل تقليد لا يخلو من ذم، لكن المسلمون ليسوا هكذا. المسلمون ليسوا هكذا. المسلمون نعم ليس كل الناس عندهم هذا العلم، ولكنهم عندهم الفطرة السليمة وهم يقلدون ومنتبهون. لو سمع أنت الآن وأنا، لو كنت طالبا صغيرا أجلس بين يدي شيخي، عندما مهما كان شيخي عظيما أنا لا أقلده، أغمض عيني وأقلده أبدا. لا يوجد في الإسلام هكذا. يقول لو شعرت أنه يقول شيئا ما فهمته ينبغي لا أقلده، وإنما أسأله حتى أعلم وجهة هذا الكلام أو وجه هذا الكلام، عند ذلك أقلده. أما التقليد الرديء ماذا يقصد به أسيادنا؟ يقصد به أني أنا من قومي، تمام، نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون. يوجد آيتان في سورة الزخرف، بل نتبع ما وجدنا عليه آباء، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن إخواننا ننتبه إلى معنى التقليد الرديء. نعم. الرابع الربط العادي. الربط العادي، وبهذا كفر الطبائعيون. ما معنى الربط العادي؟ الطبيعيون الذين يقولون الإله هو الطبيعة، سبب ضلالهم الربط العادي، ربطوا بين سبب ومسبب، سبب ومسبب، سبب ودائما هذا الارتباط دائما. وجدوا يشربون الماء يروون، يروى، يأكل الطعام يشبع، يوجد نار تحرق، يوجد شمس، يوجد ضوء، كذا. فظنوا أن الأشياء إنما تؤثر بذاتها ونفسها فكفروا. يا إخواننا، عقيدتنا نحن أنه لا يوجد تأثير إلا لله عز وجل أبدا، وهذا الارتباط كله عادي، كله عادي. نعم أنت عندما تأخذ العلاج تشفى، لكن الشافي هو الله حصرا، وقس على ذلك. فهذا الربط العادي شيخنا، ربطوا بين سبب ومسبب دائما، يجدون وجد هذا الشيء، وجد السبب، وجد المسبب بشكل دائم، فظنوا أن الأشياء تؤثر من ذاتها فكفروا. نعم. الخامس الجهل المركب. ليس مشكلة إخواننا أن يكون الإنسان جاهلا جهلا بسيطا، بمعنى أنه جاهل ويعلم أنه جاهل، يسأل سيهتدي. المشكلة الكبيرة إذا كان يعتقد اعتقادا فاسدا، ثم بعد ذلك، بعد هذا الاعتقاد، لا يقبل أن يعلمه أحد، ولا يقبل من أحد أن يقول له أنت مخطئ أو أن أبدا. هذا هو من أسباب الكفر، الجهل المركب. أما الجهل البسيط ما أسرع أن يهتدي الإنسان، جاهل ويعلم أنه جاهل، فإذا جاءه العلم وجاءه ما يوافق الفطرة والعقل قبله، يا سلام، هذا ما في مشكلة، ما أسرع أن يهتدي. وأما أين المشكلة؟ جاهل يعتقد عقيدة فاسدة مكفرة، كاعتقاد مثلا الفلاسفة. الفلاسفة يعتقدون أن الكواكب لها تأثير، تمام، ثم بعد ذلك يجهلون أنهم جاهلون.
هذا ما اسمه هذا؟ الجهل المركب. هذا إذن الخامس. السادس إخواننا من أسباب وبل من أصول الكفر التمسك في العقيدة في العقائد، التمسك بظواهر الكتاب والسنة، بظواهر الكتاب والسنة، التمسك بظواهر الكتاب والسنة في العقائد دون عرضها على البراهين العقلية، هذا من أسباب بل ومن أصول الكفر. ولذلك نشأت فرق المشبهة والمجسمة، لأنهم حملوا نصوص القرآن وظواهر القرآن تركوها على ظاهرها ولم يعرضوها هل هذا يجوز على الله أو لا يجوز، فكان سببا في نشأة هذه الفرق الكافرة، فرق كافرة بالإجماع. من قال إن الله تعالى جسم بالإجماع كافر، لا سيما إذا اعتقد أنه جسم كالأجسام، يعني مادة وكذا، لكنه جسم عظيم إلى آخره. نعم، تمسكوا، وجدوا في القرآن يد الله، وجدوا في القرآن فسمى وجه الله، وجدوا في القرآن وجاء ربك الرب يمشي، وجدوا أن في القرآن أن الله في مكان في السماء، وجدوا في القرآن الكريم أن الله جالس على العرش، وجدوا في القرآن هذه الأشياء، فتمسكوا بظواهر هذه النصوص، فجسموا وشبهوا، فضلوا وأضلوا. ونحن تكلمنا من قبل كيف يجب أن نتعامل مع هذه النصوص. المحكم في هذا الأمر قوله تعالى ليس كمثله شيء. لذلك مهما جاءك من هذه النصوص ينبغي أن تفهمها على أساس هذا المحكم. إذن لماذا الله عز وجل أنزل هذه الآيات إذا كانت ليست على ظاهرها؟ هذا كما يقول الإمام الرازي من أعظم الامتحانات للإنسان، هذا اختبار عظيم. قال الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. بعض الناس في قلوبهم مرض، بهذه الآيات الله عز وجل يخرج أضغانهم ويخرج أمراضهم ويجعلها ظاهرة، بل الله عز وجل نص في القرآن الكريم أن هذه الآيات هي امتحان من أجل أن يظهر من في قلبه مرض. ماذا قال الله تعالى؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما معنى ابتغاء تأويله؟ هل التأويل يعني شيء ليس جيدا؟ ابتغاء تأويله يعني تأويلا لا يليق بالله عز وجل. أما التأويل السليم الصحيح فهو مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس قال اللهم علمه التأويل، صح؟ فالتأويل ليس فيه مشكلة، لكن هنا في الآية يوجد شيء مقدر، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويلا لا يليق بالله، يتبعون هذه الآية يد الله وجه الله إلى آخره يؤولونها.
تأويلا لا يليق بالله، يجعلون الله عز وجل مشابها لخلقه يمشي ويجلس و نعم وجسم، ويصرحون بهذا والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. فلذلك هذا إذا الإنسان اتبع الظواهر التي بيّن الله، الآن بعض الناس ربما يسمع ليس منكم ويكون عقله ضعيف، يقول الآن هذا المدرس يقول إذا الإنسان اتبع ظواهر الكتاب والسنة هذا من أسباب الكفر. أوف، ماذا نتبع؟ التوراة والإنجيل؟ تمام، نحن ماذا نقول؟ يتبع الإنسان ظواهر الكتاب والسنة بدون عرضها على ماذا؟ على البراهين العقلية. ولذلك يا إخواننا كثير من الشبه التي تسار لهذه الأسباب والضلالات، هذه أصولها، هذه الأشياء أصولها. مرة الآن يعني قرأنا هذا بالإجمال، وإن شاء الله كل هذا سيأتي تفصيلا بإذن الله عز وجل. واضح إخواننا؟ نعم. الآن قال شرف علم أصول الدين. تفضل. أصول الكفر السابعة. العقائد، أقول الجهل بالعقائد العقلية. ما فهمت. السنوسي عدد أصول الكفر سبعة، يقول السابعة الجهل بالعقائد العقلية. كيف؟ في أم البراهين ذكر ستة وليس سبعة. ممكن ممكن، أنا ما اطلعت عليه. السابع ما هو؟ الجهر، الجهل، والله سمعت منك الجهر. طبعا الجهل بالقواعد، طبعا الجهل بالقواعد العقلية طبعا يؤدي إلى الكفر. ولذلك عندما نقول للناس، طبعا كل إنسان عاقل وكل إنسان عنده هذه، عنده العقل، ولكن أحيانا قد يغيب عن هذا الإنسان بسبب ضعف عقله أو بسبب عدم ممارسة يعني التفكير السليم دائما، تضيع عنه قواعد العقل التي خلقها الله عليه، عليها خلقه الله عز وجل عليها. فنقول للناس ينبغي أن تتعلموا علم المنطق وعلم المناظرة حتى تفكر تفكيرا سليما. يا أسيادنا هذه أمور في غاية الأهمية، لكن الناس معرضون عنها. نعم. طبعا قلت لكم تعريف العقل ما هو، قلنا لكم عند الإمام الجويني وكثير ممن تبعه، ما هو العقل؟ العقل هو العقل، ما هو العقل؟ العلم بجواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات، قلت هذا لكم. فمن لا يعلم هذا لا عقل له. قلت وضحك الشيخ يوسف في ذلك الوقت. لا ليس لا دين، نعم طبعا كيف يهتدي إذا لا يعرف الواجب من الجائز من المستحيل؟ طبعا المكان عندما يفكر الإنسان، ما هو مثلا عندما يقولون الله عز وجل ينزل، إذا يحملون هذا الكلام على ظاهره، ما معنى هذا الكلام؟ هذا من يقول هذا الكلام هذا جاهل بالقواعد العقلية، لأن هؤلاء من ناحية يقولون الحلول مستحيل على الله أن يحل الله في خلقه،
ما معنى أن ينزل الله نزولا بذاته إلى السماء الدنيا؟ هذا هو الحلول. يقولون بالحلول ويقولون الحلول كفر وهم يقولون به. يقولون ينزل بذاته، بذاته هو، ثم حتى يبرئوا أنفسهم يقولون نزولا يليق، يعني هو ينزل إلى الدنيا ويحل في مخلوقات لكن حلولا يليق به. هل يليق بالله الحلول؟ يقولون هو جالس على العرش جلوسا يليق به، جلوسا يليق به، يعني هو يحل في مخلوقاته حلولا يليق به. انظر إلى هذا التناقض. فإذا طبعا الإنسان الذي لا يعرف ما يجوز على الله وما طبعا لن يكون له دين ولن يصل إلى الحقائق. تمام مولانا؟ شرف علم أصول الدين، يقول على أن شرف العلم بشرف المعلوم. تمام؟ إذا تريد أن تعرف قيمة علم انظر ماذا تتعلم فيه. فنحن في أصول الدين ماذا نتعلم؟ نتكلم عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، وهو أشرف موجود وأشرف معلوم. فكان شرف علم أصول الدين أعظم شرف. نعم، لذلك قال على أن شرف علم، على أن شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان ذات الله وصفاته أشرف المعلومات كان العلم المتعلق به وهو علم أصول الدين أشرف العلوم. ولأن العلم الآن سيقول هذا العلم الذي يعلم به ربنا سبحانه وتعالى وتعلم صفاته أشرف العلوم. لماذا؟ سيقول لك هذا أعظم العلوم. يقول ولأن العلم إما ديني وإما غيره، والديني أشرف من غيره. لماذا أشرف من هذا الادعاء؟ هل هذا يحتاج إلى دليل؟ العلم الدنيوي ماذا يفيد؟ يفيد نحن نحترم كل علم ينفع الإنسان، طب، هندسة، تجارة، اقتصاد، كل هذه العلوم فروض كفائية يجب على المسلمين أن يتعلموها. ولكن نفع هذه الأشياء أين يكون؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا. أما الدين، العلم الدين أين ينفعك وينفع الناس؟ ينجيهم من جهنم، يوجد خلود في السعادة الأبدية. وشتان بين الأمرين، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالعلوم الدنيوية على رأسنا ولكن العلوم الدينية شتان بينهما. نعم، والديني أشرف من غيره. طيب، ثم يقسم الدين الآن. والديني إما أصول الدين أو ما عداه، يعني حديث، تفسير، فقه إلى آخره. يقول وما عداه، ما عدا أصول الدين يتوقف على أصول الدين. كيف يتوقف على أصول الدين؟ هذا هو الزبرجد. زبرجد؟ لا لا لا، الزبرجد هو جوهر من الجواهر. فالآن هو يشبه في الأبيات الشعر، يشبه لأن لون الأغصان الفروع كهذا اللون، وهي يشبه هذا، يقول هذه عيون مثل العين وفيها حدقة، العين هذه البيضاء وفي داخلها حدقة مثل العين لها بياض وفي داخلها حدقة. حتى نفهم الحدقة هذا الذي في نصف العين الأسود،
تمام. انظر ماذا يقول الآن. العين بيضاء وفي داخلها الحدقة صفراء والغصن هذا أخضر مثل ماذا؟ مثل الزبرجد. الآن نفهم الأبيات من خلال هذا. سيقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون، هذه الزهرة مثل العيون، من لجين يعني فضة لونها بيضاء، شاخصات كأن حداقها ذهب سبيك. الحدقة صفراء كأنها ذهب، نعم. على قضب الزبرجد، شبه القضيب الذي يحملها كأنه زبرجد من هذا الجوهر. شاهدات بأن الله ليس له شريك وأن محمدا خير البرايا، إلى الثقلين أرسله المليك سبحانه وتعالى. يقول هذا النبات يدل على، يكفي أن يدل على وجود الله عز وجل. وسئل أعرابي، لولا الصورة كان صعب نفهم الأبيات. نعم والله، هذه التكنولوجيا وهذه الأشياء كلها يعني فضل من الله عز وجل علينا، ينبغي أن نسخرها في طاعة الله عز وجل وليس في عصيانه. سئل أعرابي عن الدليل. يلا أنا أعرف الوقت انتهى، سنكمل هذا، انتهى الكلام عن الدليل يعني على وجود الله. فقال: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أما تدل على العليم الخبير. عجيب عجيب والله. حدثوني يا إخواننا عن رجل أمس أو قبل أمس، انظر الآن، يعني عالم، ليس عالم في الدين، يسأله الطلاب، هو ينكر وجود الله بالكلية. كلما سألوه سؤالا: طيب كيف وجد جسم الإنسان؟ يقول: صدفة، يعني تصادف أظن أنتم تقولون. كيف وجد الكون؟ تصادف. كيف وجدت هذه العين؟ تصادف. كيف وجد للإنسان غذاء يناسبه؟ الله خلق الإنسان في هذه الأرض، كيف وجد له غذاء يناسب؟ تصادف. كيف في كل الكون لا يوجد أكسجين، فقط في هذه الأرض حيث يوجد الإنسان يوجد؟ صدفة، تصادف. كل شيء، الكواكب إما باردة جدا لا تناسب الإنسان، أو حارة جدا لا تناسب، الأرض فقط مناسبة للتصادف. قالوا لي والطلاب يعني يجعلون هذا علما ويعجبون به. هذا هو التقليد الرديء الأعمى، تصادف. قلت لكم يا شيخ يوسف، هذا الكتاب لو أخذنا فقط هذا الكتاب، ليس الكون، أنا قلت لك يا شيخ مهند، أنا قلت لك في كل خلية عندك 3 مليارات حرف، كله مرتب. 3 مليارات حرف مكتوب، أنت شفرتك الوراثية مكتوبة فيك في كل خلية، وأنت فيك 100 تريليون خلية، 1 و14 صفرا. جيد. طيب أنا يقول هذا صدفة، هذا الكتاب كم حرف يوجد فيه مثلا؟ قولوا. لا يوجد مليون حرف يا شيخنا، اتق الله. يوجد لنقل 20,000 حرف. 20,000، لو أخذنا حرف، قصصنا الكلمات ووضعنا
في كيس ورمينا الكيس هكذا، هل يمكن أن يأتي الكلام مرتب؟ نقرأ الآن، نعم جاء هذا الحرف بالصدفة. نحاول مرة أخرى، كم مرة سنحاول يا شيخ يوسف؟ اكتب الآن. أقسم بالله يا إخواننا، أين العقول؟ أين العقول يا إخواننا يصدقون مثل هذا الكلام؟ أرجوكم، لنفرض يا شيخ مقصود، لنفرض أنه في أول مرة رميناه فاجتمع ثلاث كلمات هنا وهنا، في المرة الثانية نرميه ستجتمع كلمتان لكن ستتفرق الثلاث كلمات التي اجتمعت. يقولون تصادف. الآن هذا كتاب واحد، لو كررت الرمي 10 مليارات مرة لا يجتمع هذا الكتاب. أنا قلت لكم أظن هنا أو في مكان آخر، يوجد عالم ألماني قال نظرية التصادف أنه صدفة، كل شيء وجد صدفة، لا يوجد خالق. قال هكذا، ضرب مثال قلت لكم أظن قبل لكن أكرره لمن لم يسمع. قال لو يوجد مقبرة سيارات خردة، سيارات قديمة وآلات قديمة وثلاجات قديمة وكل شيء قديم، يوجد يعني 100 طن من الحديد، تمام، فجاءت من السماء صاعقة ضربت هذا الحديد، ماذا خرج منه؟ طائرة بوينغ 777 بمحركاتها بمقاعدها بأزرارها بلونها، أبدا هكذا جاءت صاعقة من السماء ضربت، اجتمعت هذه الخردة. والله هكذا عالم ألماني لا أعلم، أظن ليس مسلما. ما معنى نظرية التصادف؟ أعوذ بالله، والناس يصدقون. ما رأيكم بهذا المثال؟ هكذا والله قال بالحرف، لكن لا أعلم 737 أو 777، ما عندنا مشكلة نوع الطائرة. المهم يقول من يقول هذا الكلام هو كمن يقول هذا الكلام، أي عاقل يصدق هذا؟ لو دخلنا إلى المطار وجدنا طائرة من أجمل الطائرات سألنا كيف صنعت، فقالوا لنا والله كان يوجد بعض الخردة ثم جاءت عاصفة وهواء وثلج ومطر، سبحان الله خرجت هذه الطائرة هكذا. يوجد والله أنا سمعت من العلماء في الستينيات في سوريا، يوجد رجل فعل مجسم، آلة صغيرة تجسم مجموعتنا الشمسية، يعني شمس وحولها الأرض تدور وكواكب، موتور يعني جعل موتور صغير تدور هذه كذا. فتعرفون روسيا خصوصا في ذلك الزمان لا يؤمنون بالله، يعني مثل لينين وستالين عقيدتهم لا يوجد إله، إنكار الإله، ماذا تسمونهم أنتم؟ يعني لا يؤمنون، لا يوجد إله. المهم جاءوا فرأوا هذا الجهاز فأعجبوا به، والله سألوا هكذا من صنع هذا الجهاز؟ هو جهاز صغير، شمس هكذا وأرض تدور وقمر يدور حول الأرض وكذا، قال من صنع؟ فهذا الرجل كان ذكيا، هؤلاء من روسيا خبراء، خبراء من روسيا كانوا يأتون إلى بلادنا. المهم فقال لهم هذا الرجل، لا أحد، ما أحد صنع هذا الجهاز،
نحن جئنا وجدناه هكذا أبدا، فسخروا منه. قال من يستحق السخرية، نحن أو أنتم؟ هذا جهاز هكذا، ما صدقتم أنه يوجد وحده، هذا الكون يوجد وحده هكذا. نعم. يقول وقيل، قيل لطبيب بما عرفت ربك؟ فقال بإهليلج. الإهليلج إخواننا يسمى الزبيب الهندي، نبات. يقول هذا عجيب، هذا يعالج الإنسان في المعدة، الإنسان إما عنده إمساك أو عنده إسهال، تمام؟ يقول هذا النبات إذا أخذته سائلا، فالمعدة إذا كانت مسهلة تمسك، وإذا أخذته جافا، جافا ها ليس مائعا، إذا كانت المعدة ممسكة تمشي. انظر ماذا يقول، وهنا العبارة تحتاج إلى تصحيح في هذه النسخة، صححوا كما أقول عندكم صحيحة. نعم. بما عرفت ربك؟ قال بإهليلج مجفف أطلق، ولعاب بلين أو ملين، ملين أمسك. ما في مشكلة، واضح إخواننا؟ يعني معناه إذا كان جافا يطلق، وإذا كان لينا يمسك. وفي لو الآن نظر الإنسان للترتيب الطبيعي يجب أن يكون بالعكس، لكن الفعل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقال آخر عرفته، عرفت الله عز وجل بنحلة بأحد طرفيها تعسل وبالآخر تلسع، والعسل مقلوب اللسع. هذا أهل اللغة يعرفونه، تمام إخواننا؟ يعني في الكتابة عسل لسع، في العكس. وفعلها أيضا بالإقلب، من هنا تعطيك العسل، من هنا تلسعك. إلى هنا إخواننا كل هذا الكلام، هذه الدروس يعني التي أخذناها فقط ردا، جعلها ردا على من ينكر دراسة أصول الدين والكلام الاستدلال العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى، فأتى بالآيات وقصص الأنبياء التي بها استعملوا هذه الاستدلالات العقلية. وقال ولنرجع الآن إلى المقصود وهو الدليل على التوحيد، هذا إن شاء الله تعالى نقرأه في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. إذا نجيب عن بعض الأسئلة أو يكفي اليوم شيخنا؟ لا والله نجيب. نجيب عن بعض الأسئلة. إخواننا سألني الآن أحد الإخوة الطلاب وأنا خارج إلى الدرس، يوجد حديث صحيح إخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى وجبت لك النبوة، فقال وآدم بين الروح والجسد. هذه هي الرواية الصحيحة، متى وجبت لك النبوة، فقال وآدم بين الروح والجسد. ما هو المقصود؟ قال العلماء ليس المقصود يعني وجبت في علم الله، لأن في علم الله ليس وجبت له النبوة وآدم بين الروح بل في الأزل،
علم الله إذا قصدنا علم. ثم النبوة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست نبوة نبينا عليه واجبة في علم الله عز وجل أزلا، بل كل النبوات، فالله عز وجل يعلم كل شيء من الأزل، فيعلم أن الأنبياء سيكونون أنبياء في الأزل. فالعلماء يقولون في هذا الحديث ما معنى أنها وجبت نبوة رسول الله وآدم بين الطين؟ قال في هذا الوقت أعلم الله الملأ الأعلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة تعلم، أعلمهم الله عز وجل أن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء، نعم، في ذلك الوقت. هذا هو تفسير هذا الحديث، والله تعالى أعلم. يا إخواننا، أيضا سألني عن الحديث الذي يعني يحتجون به، نعم، على عقائد فاسدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجارية التي جاءت تريد يعني أن تسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستدل على إيمانها، فقال أين الله؟ قالت في السماء. يا إخوان، هذه الروايات مضطربة جدا. جاء في نفس الحديث أن رسول الله سألها هل تشهدين أنه لا إله إلا الله محمد رسول، فقالت أشهد. وقيل إنها كانت خرساء لا تتكلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فأشارت هكذا. والمقصود لو صحت هذه الرواية، أنا الآن سأقول شيء آخر، لو صحت المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعلم هل هي من المشركات والأصنام أين كانت، كانت في الأرض، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هل هي تعبد هذه الأصنام فأشارت فعلم. والإنسان طبيعي بدون إرادة عندما يقول الله الله ولا يقصد أي مكان. لكن اسمع الآن يا أخي، اسمع الآن ماذا أريد أن أقول لك. رواية أين الله وفي السماء ثبتت في رواية واحدة من رجل حديثه حسن، أظن اسمه هلال ابن ميمون، فقط هو الذي جاء في روايته هذا الأمر. لكن إذا ثبت حديث ولو صحيح ويخالف قواعد معلومة من الدين بالآيات والأحاديث و هذا يكون تعارض، فلا تثبت عقيدة تخالف عقائد ثابتة بالقرآن والسنة والعقل وكذا. اسمع ماذا حتى تعلم أن هذه الرواية مضطربة ولا تصح. اسمع الآن، هل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها هل رأيتم أن الرسول عندما يريد أن يستدل على إيمان إنسان يسأله عن أينية الله؟ أبدا أبدا. أصلا كل الناس يقولون لا يسأل عن الله بالأين، فهل معقول أن رسول الله يسأل أين الله؟ معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وكذا، عندما يريد أن يعلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الله في السماء. ها؟ ما تضحكون؟ لأنه هذا غير ما حدث. فهذه الرواية مضطربة غاية الاضطراب. نعم، سبحان الله.
ها؟ ما الحكمة من رفع اليد إلى السماء بالدعاء؟ رحمة الله. إيه؟ ليش في ذلك؟ أولاً الحكمة من يقول الدليل على أننا على وجود الله في السماء أننا نرفع الأيدي إلى السماء، نقول له الدليل أن الله موجود في الكعبة أننا نصلي إلى الكعبة، الدليل أننا نسجد أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، إذن الله تحت الأرض. من يقول هذا مثل هذا، فإذا بطل هذا بطل هذا. والله الإمام الغزالي يا إخواننا في الاقتصاد في الاعتقاد يذكر عن هذا الأمر كلاما طويلا، يقول سبحان الله، باختصار سأقول كلمتين فقط، اسمع ماذا يقول. يقول المؤمن كله معظم لله عز وجل. خلق الإنسان لتعظيم الله. التعظيم معرفة قيمة الله، معرفة قدر الله، تعظيم الله، التواضع لله. طيب هذه المعرفة، اسمع، المعرفة والتواضع والأدب أين مكانه؟ القلب، تمام. ولكن لاحظ، حتى يشارك كل الجسد في تعظيم الله عز وجل فكل عضو يشارك بما يستطيع. قال الأعضاء ليس لها إلا الإشارة. ولما كانت في النفس أعظم الجهات هي العلو، فالأعضاء كما قلبك، كما أن قلبك يعظم الله عز وجل ويتأدب ويتواضع معه، تمام، فإن يدك تريد أن تشارك، ماذا تملك؟ هل يمكن لليد التي لا تعقل أن تعظم الله بمعرفته؟ ما جعل الله المعرفة أو اليد محلا للمعرفة. الله جعل القلب والعقل مكانا للمعرفة، لكن اليد تقول أنا أريد أن أشارك، أريد أن أعظم الله، نقول لها حظك من هذا الإشارة إلى أشرف الجهات. هذا هو السبب، والله تعالى أعلم. الله. يقول سؤال أظن الأسبوع الماضي سألنا أخونا، يقول هذه أسئلتك شيخنا، إذا يوجد خطأ ذكرني، كتبتها بسرعة. يقول كيف نميز بين المصائب التي للامتحان والمصائب بسبب الذنوب؟ هذا سؤالك. الله. يعني قد توجد بعض الإشارات لذلك، يعني هذا ليس له ضابط، لكن خصوصا عندنا، يعني في الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه ما يصاب به هو من أجل رفع الدرجات وليس بسبب الذنوب. أما بالنسبة لنا فكله محتمل، ولكن يوجد علامات. لو أنك مثلا فعلت فعلا وجاءك التنبيه عليه تستطيع، لأن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ليس لذلك أنا أقول ليس المهم أن نسأل كيف نميز بينهما، المهم أن نفهم. ماذا نفهم؟ إذا أصابنا، لأن الصبر عند الصدمة الأولى، إذا أصابنا الله بمصيبة فإذا كانت امتحان ينبغي للإنسان أن يكون مستعدا
أن يصبر عند الصدمة الأولى، وإن جاءته مصيبة ينبغي مباشرة أن يفتش، أن يتهم نفسه. هذا المهم، إذا جاءتك مصيبة اتهم نفسك، قل أنا مقصر في شيء الله عز وجل ينبهني. فابحث مباشرة. الأغبياء ماذا يقولون؟ لماذا الله يفعل معنا هكذا؟ طبعا ليس شأن المؤمنين الملتزمين، مستحيل إنسان مؤمن محترم يقول لله هكذا. المؤمن عندما يصيبه شيء يتذكر قسوة نفسه، قسوة قلبه، يتذكر أخطاءه، ولا شك أننا مليئون بها. فليس المهم أن تسأل لماذا أصابني هذا الشيء، المهم أن تنتبه. أبدا ما من شيء يصيب الإنسان إلا هو مقصر في شيء، المهم أن تنتبه لنفسك. عندما يصيبك شيء هذا رحمة من الله يريد أن ينبهك. الذي لا يحبه الله يتركه، يتركه، افعل ما شئت. نعم، سألتني عن صفة الغضب والرضا وكذا. نعم، الله عز وجل ثبت مثلا والخامسة أن غضب الله عليها، قال الله وغضب الله عليهم، وفي الحديث الله أفرح بتوبة عبده، فالله يفرح، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل هذه صفات أو أفعال؟ هنا البابورتي رحمه الله يميل إلى أنها أفعال. الغنيمي أيضا من الماتريدية يميل إلى أنها صفات. فإذا أثبتناها صفات لله، صفات ليست كصفاتنا، لا تشبه صفات المخلوقين، والذي رجحه أهل العلم ما قاله البابورتي وليس الغنيمي، أنها أن معنى رضا الله عز وجل ما هو؟ إكرامه وإثابته على الفعل، وغضبه انتقامه وعقوبته إلى آخره. تمام. والفرح يراد لازمه. لاحظ أنت عندما تفرح من شيء تكرم من سررت. تمام، يعني بدون تشبيه طبعا، أنت عندك طفل أتاك بنتيجتي في المدرسة فرحت أنت، فلازم فرحك أن تكرمه لأنه سرك، وحاش لله عز وجل أن تحصل له هذه الانفعالات، السرور أو الغضب، حاشا حاشا. تمام، أن يكون الله عز وجل عنده سرور بمعنى الفرح، أو عنده غضب بمعنى الذي يحصل لنا، أعوذ بالله، هذا تشبيه وأمر خطير. فالذي رجحه العلماء في هذه المسألة ما قاله البابورتي، أنها المراد بها يعني لوازمها، إن صح أن نقول هي لازم. نعم، سألتني، يوجد أحد إخواننا عنده سؤال حتى لا نجيب حتى نرضي الكل؟ ما نسيت سؤالك. إيه؟ الذي ينكر الأحاديث النبوية، إيه؟ ماذا يجب عليه؟ يعني ينكر كل السنة، الأحاديث ينكرها كل لو بعد، هذا كفر أم لا؟ لأي حديث هل يدخل الكفر أم لا، أو ماذا يجب؟ سؤال، اسألني أنت سؤالا محددا، هل ينكر حديثا بعينه أو كل الأحاديث؟ نفرض أكثرهم، أو يعني ليس حديث واحد بالعمومية مثلا، يعني المنكرون للسنة يقول هذا
يشابه القرآن لا يشابه الآية الكريم. يعني ننظر هذا الحديث هذا الآية لما يكفي يعني ننظر الحديث. يا إخواننا أنا تكلمت تقريبا 40 دقيقة في الجواب على هذا السؤال، وموجود رابط أرسلته لك أمس غدا إن شاء الله. فإذا تحبون من عنده على الواتساب يوجد رابط، تكلمت 40 دقيقة في الرد عليهم، اسمعوها بإذن الله فيه فائدة في الرد، يعني بل في إبطالهم. هؤلاء إخواننا لا يريدون إبطال الحديث، هؤلاء يريدون إبطال الإسلام، هؤلاء لا يريدون إبطال يريدون إبطال الإسلام. عجيب والله، يسمع الإنسان أشياء شيء عجيب. وكيف يصدق الناس وكيف يتبعون هؤلاء الناس، والله أتعجب. اسمع سيدي، هؤلاء تعرف ما هدفهم؟ يقولون هذه الأحاديث لا توافق العقل، وبفضل الله عز وجل لا يوجد شيء ثابت، أحاديث ثابتة وتخالف العقل. وأنا أتحدى، لكن العقل العقل، ليس ما يظنه هو عقلا، العقل. لأن أنت سألتني سؤالا وأجبتك عنه في ظني أن الله يجب أن ينصر المسلمين. الله لا ينصر المسلمين على كل حال، وهذا ليس حبا بهم. وهكذا هات أي سؤال عجيب من الأسئلة التي جاءوا بها، قالوا مثلا حديث أن الله فرض الصلاة 50 ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرى موسى يقول له 5 خفف خفف خفف، يقولون الله ما كان يعلم أن 50 صلاة ثقيل، واحتاج إلى رأي موسى، حتى هذا يخالف العقل، إذن نرفضه. أنا آتيهم بأمثلة كثيرة من القرآن بنفس الشيء. الله هم يقولون نؤمن نحن بالقرآن، لكن لا نؤمن بالحديث لأنه يخالف العقل. طيب هات القرآن. الله عز وجل ما أولا فرض أو جعل العدة سنة في القرآن، ثم بعد ذلك جعلها 4 أشهر و10 أيام. نقول له ما كان الله يعلم أن سنة كثير ثم بعد ذلك غيرها إلى 4 أشهر و10 أيام. الله عز وجل أولا فرض على المسلمين كل 10 مقابل 1، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم الله قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الله ما كان، هذا قرآن، ما كان يعلم أن 10 على 1 كثير ثم بعد ذلك خفف. يا أسيادنا، الله عز وجل يجعل هذه الأمور مرتبة على أسباب، مثلا هنا من أجل إظهار فضل موسى عليه الصلاة والسلام، الله يعلم. فيوجد أشياء كثيرة مشابهة لهذا في القرآن الكريم. طيب لماذا الله جعل هكذا؟ طيب الصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة، ما كان الله يعلم أن هنا القبلة؟ ثم بعد ذلك بدأ أستغفر الله وأتوب إليه. فإذا تريدون أن تنكروا الحديث بهذه الحجة، أنكروا القرآن أيضا. هذه التبديلات والتغييرات كلها لها حكم.
فمثلا هنا الله عز وجل أراد أن يظهر فضل موسى يوم القيامة. الله قادر أن يعني يخفف عن الناس، لكن يذهب الناس إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم يذهبون إلى رسول الله يسجد الله لله عز وجل، يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لله ويشفع فيشفع. طيب الله ما كان يعني كان يحتاج حتى يقول له النبي يا رب خفف عن الناس، لماذا الله ما خفف؟ الله يريد ماذا؟ أن يظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام. فالله رتب كل شيء على أسباب ومسببات، والله لا يحتاج إلى أي شيء من ذلك. إنكار الحديث المشهور بدعة وليس كفرا، حديثا بعيني بدعة، الحديث المشهور إنكاره بدعة. إنكار المتواتر أو القرآن إذا كان معلوما من الدين بالضرورة يكون كفرا. أنت تقول حديث بعينه، حديث بعينه، ما قالوا إنكار، إنكار المعراج كفر أو بدعة؟ بدعة، بدعة، بسبب أنها ثبتت بالحديث. لا نقصد، نحن نقول الآن، قلنا الذي يريد أن ينكر السنة أو الأحاديث من حيث هي أحاديث أو يقول ليست هي حجة، هذا يريد إبطال الإسلام لا شك ولا ريب. أما حديث بعينه لا يكون متواترا، لا يكون إنكاره كفرا، لا يكون إنكاره كفرا. نعم. يوجد سؤال؟ أنا هذا الذي أعرفه، وإنكار حديث، حديث بعينه ليس متواترا لا يكون كفرا. نعم تفضل. الشيطان يكون شيطانا بكبره، الشيطان يقرأ القرآن ويكون فيه يرى الشيطان في جهنم، الشيطان لما لم يتوب؟ الشيطان لما لم يتوب؟ بسبب الكبر. اسمع سيدي، ليس الكفر بسبب الجهل، ليس الكفر بسبب الجهل، بسبب العناد والكبر. ايه والله، ايه والله يا شيخنا، اليهود والله والله يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم، ومع ذلك ويعلمون انهم لو ما امنوا به سيخلدون في جهنم، وبسبب العناد قال الله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. لماذا أنزل الله النبوة على العرب؟ لا نريد أن نؤمن، ستخلدون في جهنم، ما في مشكلة. الله أكبر، عناد عجيب عجيب. فالشيطان يعلم، إلا إبليس أبى واستكبر، هذا الاستكبار، يظن نفسه أحسن من آدم فيقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أنا أسجد لمن هو دوني، لمن هو أقل؟ هذا هو، والله عناد يا شيخ.
الآن يوجد كثير من الناس يعرفون الحق، لكن بسبب الشهوات لا يقرون. هل تعلم ماذا قال الله؟ كلام عام في سورة القصص. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ليس جهلا. قال الله تعالى: أفي الله شك؟ قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ينكرون وهم يعلمون أنهم كاذبون، يكذبون على أنفسهم. أولا، السجود حصل خارج الجنة، السجود ليس في الجنة. لا شك أنه في السماء، تمام، لكن ليس، لأنه بعد السجود قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. بعد أن تم، الله أمر في مكان ما، أمر الملائكة وإبليس أن تسجد لآدم، فسجدوا إلا إبليس، كفر. بعد ذلك قال الله تعالى لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة، ولكن امتحان، قال لهم: لا تقربا هذه الشجرة. دخل بعد ذلك، ليس أخرج، يعني لا يوجد نص أن إبليس كان في الجنة، ما دخل إلى الجنة أصلا حتى نقول أخرجه من الجنة. هذا بعد، أصبر الآن. إذن السجود ليس في الجنة، تمام. بعد ذلك قال الله عز وجل لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة. دخل إلى الجنة، تمام. فبعد ذلك دخل إبليس بطريقة ما يقولون بطريق الحية، بطريق كذا، دخل إلى الجنة ووسوس لآدم. ثم بعد ذلك الله عز وجل أهبطهما إلى الأرض. هذا هو الترتيب. الله يحفظكم. إيه، تفضل شيخ مقصود. القتل ليس كفرا، تمام. فإذا مات قاتلا فهو في مشيئة الله، أما هل قتل اعتراضا على حكم الله يكون كافرا، وأنا لا أعلم في هذا نصا. المهم، لو فقط لا شك أن القتل من أكبر الكبائر، لكن لو مات على القتل فقط فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأخرجه إلى الجنة بعد ذلك. إذا مات فقط، القتل وحده ليس كفرا، القتل وحده مع الإقرار بأن هذا خطأ. لكن سبحان الله، لأنه أول من سن سنة القتل، لا يقتل أحد الآن إلا ويكون عليه وزر من هذا القتل، لأنه أول من سن سنة القتل. نعم. الشيطان يكون شيطانا بكبره، ولكن الدجال بأي ذنب يكون دجال؟ الدجال مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، خلقه الله عز وجل من أجل فتنة الناس، ولا يشترط أن يكون فعل شيئا
حتى يكون الله جعله دجالا، لا يشترط. الله عز وجل يفعل ما يريد، يعني ليس شرطا أن نقول إبليس أصبح شيطانا لأنه استكبر. طيب الدجال ماذا فعل حتى كان دجالا؟ لا يشترط أن يفعل شيئا. الدجال يكون جهنم؟ والله هذا السؤال ما أحد من سن سنة سيئة وزرها ولكن تاب وما معنى وزر من عمل بها؟ لو صدق، نعم، إنسان فعل شيئا سيئا وقلده الناس فيه، تمام، ثم تاب، إذا حسنت توبته الله يغفر له، الله يغفر له. لو، لكن يا سيدي الناس قسمان، أنا أتكلم، طبعا الله فعال لما يريد، لكن أنا أتكلم عن سنة الله عز وجل. في الغالب سنة الله سبحانه وتعالى أنه يوجد فرق، الإنسان الذي يعصي الله ضعفا ليس استكبارا إنما بسبب شهوتي بسبب كذا، في الغالب هذا تقتصر شهوته أو معصيته على نفسه. أما الناس الذين ينشرون الفساد في الغالب هؤلاء يعصون الله استكبارا عليه، وهؤلاء الذين تنتشر معاصيهم ويتبعوهم الناس. ومع ذلك من تاب حقا وصدقا لو انتشرت، يعني مثلا بعض النساء كانت في الغناء أو كانت في كذا وصورها موجودة وأغانيها موجودة وكذا إلى آخره، إن تابت توبة نصوحة فهي تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء غفر لها وإن شاء عذبها بقدر ثم أخرجها إلى الجنة. هي مسلمة. نعم. تفضل. كان مؤمنا صالحا ثم جنة ومات، ما حكمه؟ عند الجنون اعتبر أنه مات. اسمع مولانا، لحظة الجنون اعتبرها لحظة الموت واحكم عليه. يعني إنسان كان كافرا وبقي كافرا إلى 20 سنة وجن ومات عمره 80 سنة وهو كافر وهو مجنون، حكمه أنه كافر، تمام. إنسان كأنه مات يوم جنة، هذا الحكم. فاللحظة التي كان فيها صحيح العقل ماذا كان؟ كان عاصيا ثم جنة، كأنه مات عاصيا. كان صالحا تائبا عابدا عمره 30 سنة ثم جنة، كأنه مات في هذه اللحظة، بعد ذلك كله كأنه في حكم العدم، في حكم العدم. فاعتبر ذلك بلحظة الجنون واستمرار الجنون إلى الموت. بعد الجنون جاء العقل هو مكلف؟ طبعا طبعا، لو جن 10 سنوات ثم رجع عقله طبعا هو مكلف بحسب ما يموت عليه عاقلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. İkram var.